وهذا الشيء طبيعي طبيعي جدا. فريق الوداد البيضاوي فريق كبير وجاي باش، وهو فريق مغربي جاي يلعب هذه المقابلة المهمة جدا ضد الفريق الترجي التونسي في إطار السوبر ليج، فلا بد ما نجي ونشدوا بيديهم ونرحبوا بهم وندلوا لهم الصعاب إلى ان وجدت، رغم انه الاخوه التونسيين راه قايمين باللازم. اكيد كنقولوا يعني شنو النوعيه ديال الدعم اللي كترقبوا به اللي قبل من مجيء فريق الوداد الرياضي الجاي لتونس؟ وتنتصلوا بالسلطات التونسيه المختصه باش نوفروا لهم يعني الوسائل الراحه كلهم. راكم عارفين فاش كيجي فريق يلعب هنايا في تونس ولا خارج الديار اون جينيرال، خصك توفر ليه لوطيل، خصك توفر ليه الملعب، الوسائل اللوجستيكيه، السيارات وكذلك والامن الى غير ذلك، الوسائل اللي متعارف عليها في الاطار الرياضي. اكيد سي كونسول غادي نسولك سؤال يعني رياضي، كيفاش كتشوف الصحوه الرياضيه ديال كره القدم المغربيه؟ كره القدم المغربيه يا اخي هذه واحد الخمس سنين ولا سته، يعني منذ المجيء، خصوصا منذ المجيء ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السي فوزي القجع، عرفت واحد الصحوه كبيره، يعني لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد القاري ولا على الصعيد العالمي. فلا يخفى عليكم على انه المغرب دابا ولا كيتبو الدرجه الاولى في الصعيد يعني في الكلاسمون ديال فيفا اللي شفنا، يعني عربيا وافريقيا تتلقى الفريق الوطني هو الاول. ولما كتشوف الملاعب، كتشوف اللعابه، كتشوف الجمهور، ما نحيدوش الدور ديال الجمهور كذلك، يعني تبارك الله واحد الصحوه كبيره كبيره بزاف. ونزيدوا الاكاديميه ديال محمد السادس في الرباط اللي شفناها سيدنا واللي بدات كتعطي الثمار ديالها، ها انتم شفتوا غاز لواحد العدد ديال اللعابه المنتوج ديال الاكاديميه اللي بهم وصل المغرب المنتخب المغربي وتولى تبو الدرجه الرابعه عالميا. هادشي راه ماشي سهل وما جاش من فراغ. اكيد سي كونسول يعني حنا كمغاربه كاملين فرحانين بالخبر الصار ديال سيدنا الله نصرو احتضان المغرب في العالم 2030 بلا مشاركه في اسبانيا والبرتغال. وي وهذا خبر مفرح وما غيزيد المغرب الا قفزه نوعيه لقدام ان شاء الله. ونتمناو دو توت فاسون، انا على ثقه على انه كاس العالم اللي غادي تنظم بواحد الطريقه ثلاثيه ما بين اسبانيا والبرتغال والمغرب، غادي تكون احسن نسخه ان شاء الله، وغادي تكون واحد غادي تعطي حتى المغرب واحد الدعم اخر، ماشي غير في النطاق الرياضي، النطاق السياحي، في النطاق القيام نطور المجال الفندقي، المجال طرق السياره، المطارات، كل هذا ان شاء الله غادي يكون كل شيء بخير على خير. الحمد لله. سنين الجمهور، ماذا عن الجمهور؟ شنو كتقوموا به باش ان الجمهور في الرياضي يتنقل هنايا يعني وكل الامور بحاجة. انا ما عنديش فكره على الجمهور واش جاي ولا ما جايش، ولكن الحمد لله احنا هنا، احنا غادي ندعموا الفريق ديال الوداد البيضاوي، والمقابله نتمنوا ان شاء الله تدوز في ظروف جيده وظروف رياضيه، واللي يستحق هو اللي يدوز في السوبر ليج. احنا اللي الاهم عندنا وهو الكره الافريقيه تمشي لقدام.